دونك السلام عليكم. اليوم بإذن الله نخدمو الحالات ديال القذيفة، حركة واحد ديال القذيفة على حسب الحالات. دونك ندوب الحالات، كاين تقريبا شي 4 الحالات في القذيفة خصني نحلي معاها. الحالة الأولى دابا نحط لكم ملخص ديالها، نعطيكم كل حاجة ديالها. دونك الحالة الأولى هي الحالة العامة، دونك يكون عندي الجسم ننطلقو من أو، هنا عندي إكلاك، هنا عندي إكس، هنا عندي جي، هنا عندي اي. دكو هنا كيتم الارسال ديال هذا الجسم بواحد المتجهات السرعه في زيرو، دونك هذه هي الفا. دونك هذه الحاله الاولى، كنحط الشروط البدئيه ديالها كل حاله وكنحط الشروط ديالها. دكو هنا عندي بي، ان الجسم كيكون خاضع لوزنه فقط. الا شفنا بي متعامله مع اكس، يعني بي اكس زيرو، بي اكراك هي ناقص ام في جي. بالنسبه على نمشيو لفي زيرو، هنا في زيرو اكس هي في زيرو كوس الفا على حسب الزاويه اللي هنا. دونك هذه هي في زيرو سينوس الفا، في زيرو اكراك هي في زيرو سينوس الفا. بالنسبه نطلق من او، يعني ان اكس او زيرو اكغيك او زيرو. دكو هنا غنديرو المعادلتين التفاضليتين، يعني اللي التي يحققهما ولا يحققهما في اكس و في اكغيك، يعني نطبقو القانون تاع نيوتن. الى طبقنا القانون التاني نلقاو بلي متجه التسارع عندها ا اكس ديالها اللي هي بي اكس على ام، و ا ايغريك ديالها اللي هي بي ايغريك على ام. ا اكس زيرو وهذه عطينا هي ناقص جي. دونك لان ا اكس هي تي في اكس على تي تي، و ا ايغريك هي تي في ايغريك على تي تي. دونك هي تي في اكس على تي تي كتساوي زيرو، و تي في ايغريك على تي تي كتساوي ناقص جي. مزيان، بالنسبة للمتجهات السرعة، دونك في هاد الحالة في اكس بما ان هنا زيرو دونك حركة راه مستقيمية كتساوي واحد الثابتة اللي هي في زيرو كوس الفا، وهنا في ايكغيك كتساوي ناقص جي تي زائد في زيرو ايكغيك. دونك علاش ناقص جي تي؟ لان حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. عطينا هي موان جي تي زائد في زيرو سينوس الفا. واضح. دونك لو بغينا متجهات الموضوع، يعني او جي، دونك غتكون اكس دو تي كتساوي هي في زيرو كوس الفا دو تي زائد اكس زيرو، ايكغيك دو تي كتساوي هي ناقص واحد على جوج جي تي كاري زائد في زيرو سينوس الفا دو تي زائد ايكغيك زيرو. دونك هادي زيرو لان نطلق من اصل المعلومة، هادي زيرو. دونك بالنسبة لمعادلة المسار، دونك معادلة المسار حنا كنعرفو حنا كنقسيو الزمن، مسؤولية تي هي اكس على في زيرو كوس الفا. دونك نعوضو تساوي ناقص واحد على جوج جي اكس كاري على في زيرو كاري كوس او كاري الفا زائد طونجونت الفا اكس. هذه هي معادلة المسار في الحالة الأولى. دونك هنا كيبان لنا أنه عبارة عن مقطع من شلجم. مزيان، شوف الحالة الثانية. الحالة الثانية غادي نصيفطو على ارتفاع، دونك غادي نصيفطو حتى من هاد النقطة. دونك هادا هي متجهات السرعة ديالي، و هادي هي زاوية القذف ألفا. دونك حتى هي نفس الخدمة، هنا إكس، هنا إكلاك، هنا بي. دونك الا درنا الاحداثيه الاسقاط ديالنا، الشروط البدئيه دائما كنحطهم بي، عندي في زيرو وعندي ا. دونك بي الا شفنا بي اكس، بي اكس راه هي زيرو، بي ايغريك راه هي ناقص ان في جي. دونك بالنسبه لفي زيرو اكس اللي هي في زيرو كوس الفا، في زيرو ايغريك هي في زيرو سينوس الفا. بالنسبة لأ، إكس أ هي زيرو،
اغلق ا هي الارتفاع اش. دونك نديرو الاحداثيات ديال التسارع. دونك ا اكس تساوي هي بي اكس على ان اللي هي زيرو، ا اغلق تساوي هي بي اغلق على ان تساوي ناقص جي. دونك بالنسبة لمتجهات السرعة باستعمال التكامل والشروط البدئية، غنلقاو في اكس اللي هي في زيرو كوس الفا بحال الحالة الأولى، و في اكغيك تساوي ناقص جي تي زائد في زيرو سينوس الفا. بالنسبة لمتجهات الموضع او جي هي اكس دي تي تساوي في زيرو كوس الفا دي تي زائد اكس زيرو، لكن اكغيك دي تي تساوي ناقص واحد على جوج جي تي كاري بلس في زيرو سينوس الفا دي تي بلس اش. هادي مكيناش هنا تزادتنا اش. بالنسبة لمعادلة المسار تي تساوي اكس على في زيرو كوس الفا، دونك هنا غتولي عندي هي اكغيك هي ناقص واحد على جوج جي اكس كاري على في زيرو كاري كوس كاري الفا زائد طونجونت الفا اكس زائد اش. دي معادلة المسار الحالة الثانية. الحالة الثالثة نو غيكون عندي المعلم مجاب حق. دونك هادي إكغيك هادي إكس هادي إكغيك. دونك هنا هادي يا الجسم ينطلق على هاد الشكل. دونك هادي الزاوية ألفا، دونك هادي في زيرو كون، دونك هادي يبي. دونك في هاد الحالة هادي نديرو الشروط البدئية ديالنا. عندنا بي، عندنا في زيرو، عندنا او كون بي، عندنا بي اكس اللي هي ام جي اه هي زيرو، بي اكغيك اللي هي ناقص ام جي، في زيرو اكس اللي هي في زيرو كوس الفا، في زيرو اكغيك اللي هي في زيرو سينوس الفا. بالنسبة لأو إكس أو إيكال زيرو إكغيك أو إيكال زيرو. دونك هنا نجبتو متجه التسارع، هنا بي كاينة إم جي ماشي ناقص إم جي، بي إم في جي غادية معاها، وضع هنا بليس إم في جي. دونك أ إكس زيرو أ إيكغيك تساوي جي. دونك بالنسبة لمتجهات السرعة في إكس هي في زيرو كوس ألفا، في إكغيك هي ناقص جي تي هي زائد جي تي زائد في زيرو سينوس ألفا. بالنسبة لأو جي متجهات الموضع إكس دو تي تساوي هي في زيرو كوس ألفا دو تي، و إكغيك دو تي تساوي هي واحد على جوج جي تي كاري زائد في زيرو سينوس الفا دو تي زائد اكس زيرو، يعني مكاين والو. دونك معادلة المسار اي غنديرو تي تساوي اكس على في زيرو كوس الفا، اذا اكغيك تساوي ناقص هي زائد واحد على جوج جي اكس كاري على في زيرو كاري كوس او كاري الفا زائد طانجونت الفا اكس. كون هادي هي الحالة التالتة. الحالة الرابعة هون كيكون عندي واحد هنا. الحالة الرابعة كيكون مثلا نصيفطو بحال هكا، يعني كيمشي مكيناش عندي زاوية ديال فازار. دونك هادي إكغيك و هادي إكس و هادي أ، نديرو بي. دونك بي إكس زيرو بي إكغيك ناقص إم في جي أ اكس ا مسطرجين في زيرو، في زيرو اكس لي غادية غير مع اكس يعني هي في زيرو، في زيرو اكغيك زيرو. بالنسبة لأ عندها اكس ا زيرو اكغيك ا هي اش.
متجه التسارع ديالي عندي AX هي زيرو، AY تساوي ناقص جي، واضح. دونك بالنسبة ل V عندي هنا VX اللي هي V زيرو، و VY تساوي ناقص جي تي زائد V زيرو Y، و V زيرو Y في هذه الحالة ما كايناش. بالنسبة للمتجهات الموضع تساوي X دي تي هي V زيرو في تي، و VY تساوي و Y دي تي كتساوي هي موان جي موان زان دومي جي تي كاري زائد إكغيك زيرو اللي هي ناقص واحد على جوج زي تي كاري زائد اش. دونك معادلة المسار نديرو تي كتساوي اكس على في زيرو، دونك إكغيك كتساوي ناقص واحد على جوج جي اكس كاري على في زيرو كاري زائد اش. هادي هي معادلة المسار. داكوغ، هاد الحالات بربعة مهمين مهمين، خصني نعرف كيفاش نستغلهم. داكوغ، ونتمنى انكم فهمتوا هذا الفيديو، عاونونا بالبارطاج وبلايك، وتبعوا معنا القناة ديالي، راه كنلوح فيها دائما الجديد.